أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات إرهابية على قاعدة حميميم. وقالت الوزارة إن إرهابي جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب استمروا في إطلاق القذائف رغم وقف النار الكامل من قبل الجيش السوري، حيث حاول الإرهابيون شن هجوم على القاعدة الروسية بواسطة راجمات الصواريخ، مشيرة إلى أنها رصدت مواقع إطلاق القذائف على القاعدة وأنها دمرت هذه المواقع.